صباح الخير يا أمي، كيف حالكم يا أول؟ اليوم هو الخميس الخامس من تشرين الثاني لعام 2020. نفتح يا ماما يا حبايبي على كتاب التمارين على الصفحة 17. اليوم سوف نقوم بشرح وحل تمارين الدرس. أجد ناتج الجمع مستعملا حقيقة الضعف. إيش حكينا حقيقة الضعف يا أول؟ جمع العدد مع نفسه يا ماما، أنا بجمع العدد مع نفسه. عندي 3 زائد 3، يعني عندي 3 باليمين 3 باليسار 3 باليمين، يعني عندي نفس العدد مكرر مرتين. بحط 3 براسي وبكمل 3، 4 5 6، أصبح لدي ناتج الضعف اللي هو العدد 6. وكذلك الأمر مع التمرين الثاني، 7 زائد 7، بحط 7 براسي وبكمل 7 في عقلي، 8 9 10 11 12 12 13 14. إذن أصبح لدي ناتج جمع الضعف اللي هو 7، بجمعها مع نفسها 14. كذلك الأمر مع التمرين الثالث والرابع. ننتقل للتمرين الخامس. إذا بنتذكر يا ماما في الجمع باستعمال الضعف في كتاب الطالب الصفحة 32، ذكرنا استعمل حقيقة الضعف مضافا إليها 1، مضافا إليها 1، بصير عندي 3 زائد 4 اللي هي 3 زائد 3 زائد 1، الواحد اللي هي لزيادة. ليش؟ لأني بدي حقيقة الضعف، يعني أنا بدي العدد مع نفسه أو العدد مكرر. عندي 8 زائد 9، شو بعمل؟ 9 فيها 8، رائعين يا أول. إذا 8 زائد 8 زائد 1. 8 زائد 8 كم يا ماما؟ 8 في عقلي وبكمل 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 زائد الواحد اللي ظل كم بعطيني الناتج؟ 17. بتطلع على التمرين السادس، عندي العدد 8 وعندي العدد 7. ركز يا أول، ركز يا ماما، عندي العدد 8 وعندي العدد 7. طيب 8 فيها 7 7 فيها 8، لا، فأنا إيش بدي أعمل؟ بدي أخذ العدد الصغير، بدي أخذ العدد الصغير، بدي أجمعه مع نفسه، بدي أستخدمه باستعمال الضعف. 8 يا ماما فيها 7، بحط 7 الصغيرة هون، 8 فيها 7، طبعا فيها 7، ليش؟ لأنه 8 أكبر من 7. بزيد عندي إيش؟ اللي هي 1. ليش؟ لأنه 7 هون، 8 أخذنا منها 7، كم ظل بيجي بعد 7 حتى يصير 8 1؟ بحطه هون. 7 و7 كما ذكرنا سابقا 14، ماشي يا ماما، بجمعها مع الواحد اللي ظلت فبعطيني الناتج 15. وهون كذلك الأمر في التمرين السابع، بأخذ العدد الصغير. ليش ما أخذ العدد الكبير؟ أنا بحكي لكم يا مس ليش. لما أنا بدي أجمع مستعملا حقيقة الضعف، يعني أنا بدي أجمع العدد مع نفسه، 5 ما بقدر أشيل منها 6 لأنه 6 أكبر من 5، بس 6 بقدر أخذ منها 5، فبتبقى لدي 1. يعني هون 5 زائد، بنأخذ 5 بالستة، كم بظل عندي؟ 1. 5 زائد 5 5 في عقلي، 6 7 8 9 10. 10 يا ماما بجمع لها الواحد اللي ظلت من بعد 6، بعطيني العدد 11. وبنكرر نفس العملية في التمرين الثامن. أكتب العدد المناسب في المربع لأكون حقيقة الضعف. 6، 6 يا أول، مع إيش بدي أجمعها عشان تعطيني العدد 12؟ طيب هلا هو إيش بحكي لي حقيقة الضعف؟ يعني تجمع العدد مع نفسه. 6 في عقلي بكمل 7 8 9 10 11 12، يعني 6 شو زدتها يا ماما؟ رائعين يا أول، زدتها 6. إيش اللي بيكون لي العدد 18؟ إيش هم العددين المتشابهين اللي أنا بحطهم وبجمعهم مع بعض حتى يظهر لدي ناتج 18؟ نفكر يا أول، إيش هو؟ إيش هو يا أول؟ تذكروا يا ماما، إحنا حكينا ما بنجمع العدد مع نفسه، يعني بدنا نحط العدد الكبير في راسنا ونكمل. رح أنا أعطيكم هنت،
تسعة. تسعة يلا نكمل على أصابع إيدينا. تسعة، عشر، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر. اطلع أنا طلعت تسع أصابع، يعني أنا حطيت العدد تسعة في عقلي وكملت. شو أعطاني؟ أعطاني العدد تسعة. هلا في حدا بيجي بيقدر يحكي لي مش بقدر أحط عشرة وثمانية أو صفر وثمانية عشر؟ هو طالب يا ماما حقيقة الضعف، يعني العدد دي أجمعه مع نفسه. طيب أكتب العدد المناسب في الفراغ لأكون حقيقة الضعف مضافا إليها واحد. يعني التسعة مع إيش بدي أجمعها؟ هون بحكي لي حقيقة الضعف وزايد عليها واحد. طيب شو ضعف التسعة؟ شبيهتها لأنها بكررها، يعني تسعة. طيب التسعة إذا بزيدها واحد إيش بصير؟ عشرة. أحسنتم. وهي يا أمي بدنا نحلها لحالها، لحالنا يا أبطال. طيب حصلت نوال على نجوم من معلمتها وحصلت زميلتها على العدد نفسه من النجوم. إذا كان مجموع النجوم التي معهما 14 نجمة، فكم نجمة مع نوال؟ إحنا حلينا يا أمي مثال سابق زيه. إذا اطلعنا على السؤال الأول تمرين الثاني فبنلاقي النتيجة، بس بدنا نحاول يا أمي من دون ما نطلع ونقرأ نحاول نحلها لحالنا. ويعطيكم العافية أول.